اللي في الزاوية ابن الحلال انت وياه. يا واحد يا في السرير ما احسن له. غرف النوم. قلت لهم انا اللي في الزاوية، اي واحد ياخذه مو بحسن له. ومخلي غرف النوم. انت قاسم غرف النوم. تصوير. باب روتين. امي انا. لا يقسم بالله. هيثم مسافر. وهبي. سريري هذا؟ والله سريري. لا 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 خلاص بلس هنا. بلس هنا خلاص هنا. انا هنا هنا. حبيب انها مراتب آمنة. ايش رايك؟ انها مراتب آمنة. عند الباب يا اخي الناس الحادين عارف الناس ايوه الدواء فيه فيه والله صوت ثاني هنا عايز ضبط زوايا ها ضبط زوايا ايش اسمه هنا؟ الدرج كان هاي كان درجي لا والله ابو فهد ابو فهد معليش والله هذا مكاني معليش والله من اول من قبل اسبوع ها خلاص ها قدري هنا سلام انا احترم يا شباب كلها عندي الخطه راجع كان اصغر في هنا ايوه ايوه انا كنت هنا ما انا مكاني صح لا 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 دقيقه انت كنت مكاني انا كان جيت لك عنه صح ما العلاج انا لا والله انا لا 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 اسمعني يا حبيبي الحين انا اخويا انا جاي من هنا انا اللي في الزاويه عشان انا يعني لا عاد يتفلسف والله بحييك ايوه خلاص اوكي لا بس روح هناك انا ما اخاف بس عطى قرش مكانك اضل لي اياه والله مو مكاني والله والله مكانك والله مو مكانك اضل لي اياه ولا اخذ مكاني ما اعرفك حبيبي هلا هلا بدينا بالنص يا عيال ايه هاي سنين مسك بدنا قحطاني معليش شوف غردي والله مستعد نازلك عنه طش رجال رجال منا ريال عشان اخليه يروح ابو غردي 500 ريال ما ابغى تسوي شاب على علامة سريري هذه سريرك والله ما كان يا جماعة انا ببيع سرير عايز اشتريه لا مش سريري هذا يا جماعة مكيف يجيك كذا في النهاية اللي عايز يشتري السرير هذا مكيف يا رجال ده ببيع السرير ببيعه اللي عايز يشتري السرير 50 ريال 200 ريال 50 ريال اللي عايز يشتري السرير بتاعي مكان مميز بطل على البحر ها يا الصوت يا طبعا ما في تطبيق للسنه ترد على اليسار هنا تنام على اليمين سرير في الزاويه تنام على اليمين معود معود الشيطان نبدا السوق 300 انا مش مكتوب يا وليد في ميزه معاك جنبك في الكيس هنا الحمد لله واحد الحمد لله الله اعترض اعترض والله انا معارض شباب شباب انا معارض والله هذا سريري معلش والله هذا سريري بس صدق الصدق الصدق ما حد لا والله ما اقول والله ما اقول والله ما اقول والله ما اقول هذا سريري والله هذا سريري كفك والله انك صادق انا قايل من وراء وش الزاوية؟ اه بس اني ما انصر دينك يا شيخ انت قايل الحق صدق صدق والله وحش والله يا شيخ انا مو رجال شباب شباب تبي اسمع السيرة مين اللي راضي عن سريره؟ انا 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 مين اللي مو راضي؟ انا انا ببيع سريره انا انت راضي ولا لا؟ يا مدوي مين اللي مو راضي بعد؟ انا ولي راضي انا بشتري سرير شباب اسمع خل الاغلبيه مو راضي عشان اسوي قرعه غصب عنهم يا حبيبي مو راضي مو راضي انا ماني راضي انا ماني راضي انا راضي انا راضي انا راضي انا راضي يا حبيبي انا راضي انا راضي انا راضي انا راضي صحيح والله
السرير للباع السرير ما عاد مبروك والله فل يا عيال والله فل يا عيال خلاص يعني بدك تروح على 100 بدك تروح على 100 ريال 100 ريال يا شباب بداله ها 100 ريال قالوا عندنا 7 انا راس مالي 300 انا ابغى ابيع سريري والله كذا قدام الباب والله روح يا شيخ كل من جاء رصيدك 900 100 100 كم تكون ريال ولا جنبي ما ادري ايش هذا 100 100 هذا سريع شوف انا بروح اتعشى اسمي والله والله قفل الباب طلع والله دقيقه على سريري